هلستا انترنت وحواري سوسريو ايا ودمدا قار كميدا ادق او ان لهلين اما قف كاستا وودين حسيشه انترنت كو هاتنا هلكا اي انت اوغو بدن ددوينها عالم كو كودا حديدان ايا ودمدا قار وحا كبرت ما شركدا واوين كواسو ميد ولي باي كو داداليسو سيدي اي ددوينها دالكاسي كو كسبن لهيد برتنكا دنكا انترنت كا يا سورو غليو ان دالكا لغا هيرغليو انترنت وحواري سوسريو حياشه ددوينها ايغا اياله وأن كدراشة الإنترنت كي استعماليان جانبها تنديغان كوه السوماليلان وأن يوغو هروي استعمالي ترين أذيق فورجي إنترنتكو بلسيها تن استعمالا أيان كلو كل ما برتمها مقالة دهر قيسة شيء كذن أيانا ننضح مرتي اليمن ضعيف شوية إنترنت كي يمن وضعيف لكن سوماليلان إنترنت كيدو وفي عنيهي سيفضد أياد أولا حديدي سال إهل كاقي أصحابه وأن يوغو حان استعمالا إنترنت كي شركة تلسون ونها انتوا ميديقن إيي أو آدو ونكس ومر بلادان باي سوكر بسي قيمه نواجبان يحي وحدبات أهنا كوما قبوانيقو وحان سفض دمر وليباك أهلا أصحاب تيدو حلي والبنا أتكوان كجرا ما شاء الله عليها يعني شبكة قوية من شان النت انترنتكو هادادي ويديسي رنحانتي سومالي لان آدبو ونكسن يحي انترنتكو انيقو وحان استعمالا انترنتكا شركة دا تلسوم آدبو نوغوفي عن يحي انترنتكو مركي لو ايغو دلكيق يمن بقولكي ببقول قيمها انترنتكو يمن وقالي وانا ضعيف حالكا موجبن يحي قيمها انترنت حواريسي سنوا ونكسن يحي وانكو قان عيانيقو استعمالكا آذيق فورجي وحي يقوه الرئيسي شركة دا تلسوم ولي قيمانا استعمالين رنتي وانك هلي آذيق انترنتكا فورجي شركة دا تلسوم اي فلاش اسبدلك دندو يو حقيبكا آذيق انترنتكو اميتسي ادا اسوحو قيساني ويدي قدن بيي كاس او هاتن سمال لانا يمرايسو مليهي يقوسر ريي ميل كميدا آذيق انترنتكا ديغانا دا سومالدو aya ahmiyadsi aad ay ugu baratamayaan shirkada waaweyn kaasi oo dadka qaar ay ku amaanayaan inuu gaaray heer u baahidooda daboolay maazin oo ka soo jeedo waddanka Yemen wuxuu dalka joogaa muddo 6 bilood ah noloshiisa wixii ka horreeyay 6 bilood ee uu dalka joogay marna ma isticmaalin adeega 4G ee internetku ay xawaarihiisu sareeyo waxaan weydiiyay farqiga dhanka internetka ee u dhaxeeya dalkiisa Yemen iyo Somaliland iyo shirkada adeega internetkeedu u haatan isticmaalo tamam yani halu mar waxaan Somaliland joogaa muddo 6 bilood ah waxaan ka helay internetko aan googoayn farqi weyn ayaa u dhaxeeyo internetka Yemen iyo Somaliland internetka Yemen mar walba waa googoaya mana awood badan markaan imaaday halkan waxaan tagay shirkada Telecom waxaan durbadiiba ka helay internetko xawaarihiisu sareeyo waxaan si aan googo lahayn oo waadax filimada ugu daawada YouTube Facebook gana sidoo kale waan ka daawadaa sidaamaynad qawi wallah tisaal kulshi tamam baynaa ajanibta kaliya ma ahay muwaadiniinta Soomaaliland ayay tahay xulashadooda adeega internetka mobile-ka mid xiiso u yeelayso tartanka shirkadaha dalka ka jira ee dhanka adeega internetka magacayga waxa la dhaa Munafaad Aadan Maxamuud internetka isticmaala aad iyo aad weynaysay Telecom aad u fiican yahay wax culays iyo wax dhibaato ma laha aad iyo aad ayaan wanaagsan yahay waa sidii laga rabay waxba kama dhigno wax ku sii kordhamayo wax dib uga dhacaya ma jiro waxaan isticmaalaa xirmada maalinlaha aad iyo aad noo fiican tahay wanaagsan tahay alxamdulillaah qiimaha internetka waa mid suuragal ah waa inaan intaana laga badin lagana yarayn qaar ka mid ah wadamada caalamka ayaa haatan maraya adeega 5G ee internetku weli si qaarada Afrika uguma shaqeyn si la mahadiyo maxamed koronto telefishinka caalamiga ee Somni News magaalada Hargeysa هلا السلام عليكم سوا حبيبي هذا ماها وعليك السلام والألوانيجي وحكولا هلا يوم عمولي شركة دا هي ولا الواحد خمن نقطة مع عميشة بيش أصيده وفي عن استعمالي هذه جيجا وحنا تقول استعب المرين لن ليح بقول دولار أبو المرين وهجاك سدين هو اللي كراب المرين تا حقو سكو يا الحفيز كين وعادي ولا المزة هني إنه أنت ما تدري سو نمبر خارج سعد مالها ها ولا نمبر كي جانا يوم كاستعمال سعد سأل عقتها بالمنيت كو قصوا دعضو موبل كاقي قلي النمبر خن اي ولا واحد قلي ساح حدق 880 حدق 7000 حدق ليش بقول فرقيت كدي بنا بين كاقي قلي مركو كو قصوا دعضو يلا سي توصل موبل كاقي كو قصوا دعيس العقت فيها او ولا سيدان وهابك العقد رده انا قايم كل عقد رده واسدي ما يا ولا العقتها سيدان كو قصوا دعيس كو قوليستي ها وارتو باتر نوريك موبلكا إلا هاي ومدها كاقبتي شركة تلسوم واحي كلها دهاي كفي جنو عيد كستاو كوسا مانيسا بلان قاديو سيدا إنا تكو قوليسي نسيد
abaalmarin lacageed iyagoo sheeganaya shirkado kaana cusanaya inaad lacag u dirtid ama ka cusanaya inaad gashid saadkaaga oo aad raadid qaabka uu lacag dirista macmiil mobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho